ودلوقتي معادنا مع جمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه في العالمين. تعالوا مع بعض نروح نشوف آخر المستجدات هناك النهاردة مع كريم بيبرس. يا كريم صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى، صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا السحر والجمال، يمكن العالمين الجديده الصبح الحقيقه بيبقى ليها كده اجواء خاصه واجواء جميله جدا، خصوصا لو كنت واقف كده على البحر او واقف قدام البحيرات. الحقيقه انه برغم ان احنا في شهر 8 وبرغم انه حقيقي الدنيا بتبقى حر جدا في الاوقات دي، لكن برغم الحراره الا انه الاجواء بشكل او باخر فيها نسبه هواء جميله جدا مرطبه بشكل او باخر الجو. لكن العالمين الجديده الحقيقه في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه لسه مستمره فعالياته يا منى. يعني احنا بنتكلم على الحقيقه فعاليات رياضيه وثقافيه وترفيهيه، من اهم الحاجات الحقيقه لسه مستمره هو مهرجان نبته. مهرجان نبته الحقيقه يعني في فعاليات كثيره جدا للاطفال، في ورش حكي، في مسرحيات، في تمثيل، في كمان الحقيقه لعب ترفيهيه جوه المهرجان نفسه. لكن المميز اللي بيقدمه نبته الحقيقه السنه دي في مهرجان العالمين الجديده هي انه في مشاركه ما بين الاهالي واطفالهم. يعني كنا بنتكلم انه في فعاليات كثيره موجوده، في حفلات غنائيه في المسرح الروماني، في حفلات غنائيه في اليو ارينا، في حاجات شاطئ عام للناس تنزل فيه، لكن الحاجات اللي كانت بتجمع الاهالي والاطفال مع بعض يتشاركوا مع بعض ما كانتش موجوده كتير غير في الممشى السياحي. عشان كده مهرجان نبته الحقيقه وفر حاجه مميزه جدا جدا، انه الاهالي تقدر تكون هم واطفالهم مع بعض يلعبوا مع بعض، وفي نفس الوقت الاطفال يستفيدوا من اللعب دي، تبقى لعب ترفيهيه وتثقيفيه في نفس ذات الوقت. الحقيقه كمان من الحاجات المميزه جدا جدا هي الموتور ويك. الموتور ويك واسبوع السيارات واسبوع المواتير اللي موجوده والمحركات. الحقيقه انه في سباقات للسيارات موجوده في العالمين الجديده، بيتم اغلاق الشوارع في اماكن معينه بيتم تحديدها قدام النورث سكوير مثلا، مسافه مثلا 100 متر، مسافه 500 متر، مسافه كيلو مثلا بتكون مقفوله تماما علشان يقدر في سباق للعربيات، وبيكون في تجهيزات طبعا مروريه واستعدادات علشان الناس تقدر تتحرك، او تحركات مروريه الناس تتحرك في شوارع تانية، لكن الناس كلها تقدر تيجي تتفرج وتشارك في السباقات دي. الحقيقه شفنا سباقات للسيارات موجوده في العالمين الجديده، شفنا سباقات للموتوسيكلات، شفنا عدد مختلف من السباقات، سباق سرعه، سباق دريفتنج. لكن كمان الحقيقه المميز اللي شفناه كمان ان المشاركه في السباقات دي مش مقتصره بس على الناس الدوليين او اللي بيخشوا سباقات رسميه، لكن كمان اللي بيخشوا سباقات محليه من ولاد ومن بنات، كله بيشارك الحقيقه في السباقات دي. ومهرجان العالمين الجديده لاول مره بيوفر فرص مختلفه الحقيقه، انه تقدر البنت تيجي لو هي حابه العربيات تقدر تيجي تركب العربيه وتتحرك بيها زي ما هي عايزه، وكمان تخش في السباقات والدريفتنج، ودي حاجه مميزه ومختلفه الحقيقه ناس كتير اشادت بيها. الحقيقه كمان انه الفعاليات مش مقتصره بس على الفعاليات الرياضيه، لكن كمان في فعاليات تثقيفيه زي مثلا المسرح اللي موجود والمسرحيات اللي بيتم عرضها فيه في المنطقه الترفيهيه. وكمان المسرح الروماني بيعرض مسرحيات وبيبقى فيه ليالي كده وسهرات مختلفه بتكون فيها نقاشات مع طلاب الجامعات مع الحضور، بتبقى نقاشات الحقيقه اوقات بتبقى يعني تثقيفيه شويه، بيبقى فيه حاجات يعني غنائيه، بيبقى فيه حفلات موسيقيه، كل ده الحقيقه لسه مستمر. لكن كمان الحقيقه المميز جدا جدا هي الحفلات اللي بتحصل في نهايه كل اسبوع. يعني احنا بنتكلم على الاسبوع ده كان في طبعا حفل حمزه نمره ومسار اجباري، اللي كان لاقى يعني اقبال كبير جدا جدا الحقيقه من فئات كتير جدا عمريه كانوا موجودين، واتكلمنا معاهم وقد ايه كانوا مبسوطين بالحفل وبتنظيمه. كمان الحقيقه ان احنا منتظرين في نهايه الاسبوع ده حفل مهم جدا جدا وهي لفرقه كايروكي، وكايروكي الحقيقه برضه هيكون عليها اقبال كبير، وانه التذاكر بالفعل قربت على الانتهاء يعني من كتر الاقبال على كايروكي. ومهرجان العالمين بشكل عام عامل حاله كده من الاقبال المحلي والدولي، يعني احنا قابلنا ناس من مصر، قابلنا ناس من بره مصر، قابلنا ناس من دول شرق اسيا، قابلنا ناس من اوروبا، قابلنا ناس من اكتر من مكان الحقيقه اتكلموا. يمكن وزير السياحه كان اتكلم واكد على الموضوع ده ان في اكتر من 104 جنسيه فعلا كانوا موجودين في مهرجان العالمين الجديده. اكيد الفعاليات دي لسه مستمره معانا يا منى ويا شاذلي، لكن كمان وجود المسرح القومي والسيرك اللي بيقدر يتمشى في اكتر من مكان، يعني بنحضر له كده فقرات يوميه، فنون شعبيه، فلكلور، بيبقى موجود على الممشى السياحي، بيعمل تفاعل كبير وحلو جدا جدا بين الاهالي والاطفال. الحقيقه بيكونوا مشاركين في فقره السيرك، بيكونوا مشاركين في فقره يعني حتى الفنون الشعبيه والفرق اللي بتبقى موجوده، ممكن اللي موجودين الاهالي نفسهم يشاركوا مع الفقره دي في حد ذاتها. فده يعني من اكتر الحاجات المميزه اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديد. يا كريم قلت لنا تفاصيل كتير، احنا بنتابع معاك يوميا المستجدات، هنرجع لك تاني على مدار الايام الجايه تقول لنا كمان الجديد والاجدد. شكرا ليك زميلنا كريم بيبرس من العالمين، شكرا جزيلا ليك.